بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير جميعا وحياكم الله. طبعا نشكر حضوركم لجلستنا لليوم. جلستنا لليوم راح تكون بعنوان الأخطاء الشائعة للحميات الغذائية، تقدمها الدكتورة ليلى الشيخ إسماعيل، أستاذ مساعد في كلية العلوم الصحية قسم التغذية العلاجية والحميات من جامعة الشارقة. طبعا في نهاية المحاضرة وفي نهاية الجلسة إن شاء الله راح نعطيكم وقت للأسئلة وراح تجاوب عليها الدكتورة إن شاء الله. ممكن تحطون أسئلتكم عبر الشات أو تستخدمون خاصية الريز هاند وراح نفتح لكم المايك. وراح خلال المحاضرة إن شاء الله راح نحط لكم رابط لتقييم الجلسة، ف أرجو منكم أنكم تعبون هذه الفورم. نبدأ دكتورة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أبدأ طبعا بحب أتشكر المجلس الأعلى للأسرة بالشارقة وقسم التثقيف الصحي خصوصا لدعوتي لأعطي هاي المحاضرة. طبعا نحن في تعاون كبير بين جامعة الشارقة وبين التثقيف الصحي والمجلس الأسرة بشكل عام. أنا ما حخلي الفيديو شغال مشان ما يأثر على النت، بس حبيت أول شيء هيك بس سلم عليكم وخلي الفيديو شغال شوي، وإن شاء الله يعني حتكون محاضرة، مش إنه محاضرة مثل محادثة بيني وبينكم، إن شاء الله تقدروا تستفيدوا منها. ومثل ما قالت الأستاذ السجا، إن شاء الله بالنهاية نحن نعطي وقت للأسئلة والأجوبة، وأنا كمان حطيت لكم شوية أسئلة بقى، ركزوا معنا مشان نحس إنه أنتم استفدتوا إن شاء الله من هيدي التوك تاعتنا او المحاضره اللي هعطيها هلا. طبعا نحن مثل ما قالت الاستاذ سيزا، نحن قررنا يوم ما تحدثنا ودائما نتناقش شو هن المحاضرات، يعني شو الشيء بدنا نعطيه لنقدر نستفيد منه ويستفيد منه المجتمع من خلال التغذيه هلا كقسم تغذيه، ولكن طبعا نتعاون باشياء مختلفه كمان. قلنا انه لازم نحكي عن الاخطاء الشائعه بالحميات الغذائيه، لانه كثير الناس عم بيتبعوا حميات غذائيه وامرار بيضعفوا وما بيضعفوا بيقولوا شو عم بيصير وهيك، بقى حبيت انا احكي لكم عنها. ولكن قبل ما اعمل الحميه بدي انا كمان حبيت احكي، مشان هيك سميتها الوقايه من زياده الوزن والاخطاء الشائعه للحميات الغذائيه، لانه لازم نعرف نحن كيف فينا نتجنب زياده الوزن مشان ما نوصل لمرحله انه بدنا نعمل حميه غذائيه. اوكي، هلا انا معي اوكي. هلا انا بالنسبه اللي بدي احكيه اليوم حيكون عندي هذا المحتوى، حاعمل كفر لهذا الموضوع. اول شيء هنحكي عن زياده الوزن واسبابه. اوكي، زياده الوزن كيف بيصير وشو الاسباب تاعوله. ثاني شيء هحكي عن شيء اسمه مبدا توازن الطاقه. مثل ما شايفين هون، شايفين نحن ميزان في له كفتين، انا هالكفتين كفي منهم هي الاكل اللي انا باكله او الغذاء اللي بتناوله، والكفه الثانيه هي النشاط البدني اللي بعمله. لما يكون عندي هالكفتين متوازيتين، هأحكي تفصيليا بالمحاضرة عنه، بكون أنا عندي نمط حياة صحي. بعدين ثالث شيء هأحكي عن نهج التغيرات الصغيرة مثل ما شايفين، وأنا كثير هالنقطة بحبها، لأنه بس أحكي عن نهج التغيرات الصغيرة يعني نحن بنبتدي بشيء صغير لنوصل لشيء كبير، بس كل شيء بشوي شوي 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 لحقدر أنا أحقق شيء كبير بالنهاية. طرق الحد من استهلاك الغذاء والطاقة، مثل ما قلنا لأعمل هذا الميزان كفتين تعوله متساويتين، بدي يكون عندي استهلاك طاقة حد منه أقل وزيادة بصرف الطاقة، كمان هأحكي عنهم، وهأحكي عن الأخطاء الشائعة بالحمية الغذائية، وآخر شيء هأنهي بنصائح مهمة مثل ملخص لكل شيء هأحكي. ليش هيدا الشيء مهم؟ وإذا بتشوفوا أنا فوق شو حاطة؟ أنا حاطة أرقام مهمة. هاي مش بس ارقام مهمة، هاي ارقام عن جد بتخوف. اوكي، ليش؟ لانه نحن هون في عنا بالعالم، وهي دول الارقام هي بناء على احصاءات منظمه الصحه العالميه اللي هي المرجع للصحه بالعالم، ومتشرفين هلا اي شيء حتى اللي خص بكورونا وبكوفيد بنرجع نحن لمنظمه الصحه العالميه، بتورجيكم انه في 2 بليون تقريبا بالغ بالعالم عندهم زياده بالوزن وسمنه. اوكي، 2 بليون، ما عم بقول مليون، بليون. وبنفس الوقت عندنا الأطفال بسن المدرسة لسن المراهقة 340 مليون طفل ومراهق بالعالم عندهم زيادة بالوزن وسمنة، و38 طفل تحت عمر الـ5 سنوات عندهم زيادة بالوزن وسمنة.
شو معناتها لما انا عم ابتدي الحياه مع هالاطفال بسمنه هالقد؟ عم بيصير عندي بالمستقبل مشاكل صحيه، وعم تنتشر كل الامراض اللي لها علاقه بالتغذيه مثل الضغط، السكري، بعض امراض يا لطيف الكانسر، السرطان، وبنفس الوقت امراض القلب. وهون انا بما انه المحاضره عن الحميات الغذائيه، الحميات الغذائيه ممكن لاثنين، بس انا ما توجهت ولا حكيت اليوم ابدا عن نقص الوزن. إذا بتطلع على نقص الوزن بالعالم، قديش في عندي كمان ناس عندهم سوء تغذية، بيطلع عندي أرقام مثل هدول كبيرة. ولكن اليوم بهالمحاضرة ما حنحكي، بس أنا بحب دائما أقول لازم ننتبه، لأنه في عندنا كثير ناس عندهم سوء تغذية من الجهتين، زيادة بالوزن وسمنة، وكمان نقص بالوزن، ولازم ما ننساهم أبدا. شو بيسبب زيادة الوزن والسمنة؟ هل السمنة مرض؟ نعم مرض، ومرض خطير جدا مثل ما شايفين هون. وهي شو بيأثر، شو بخلينا نصير عندنا نحن سمنة؟ مثل ما قلت، الميزان دائما تذكروه حطوه ببالكم، بتكون عندي زيادة باستهلاك الطاقة وانخفاض بالنشاط البدني. بهذا الميزان اللي وجدتكم اياه، اول شيء في عندكم كفة للطاقة اللي نحن بنجيبها بناخذها من خلال الغذاء اللي بناكله، اي اكل نحن بناكله بيعطينا طاقة، واي شيء بنعمل نشاط بدني بيحرق لنا هاي الطاقة. كل ما كان عندي نشاط بدني اكثر، كل ما انا عم ساعد نفسي ما يزيد وزني، وكل ما كان عندي استهلاك زيادة بالطاقة وأقل نشاط بدني، كل ما أنا ما عم بساعد نفسي حتى ما يزيد الوزن عندي. يعني لما يصير زيادة الوزن، بتزيد كمية الدهون بالجسم، والدهون الزائدة إلى تأثير ضار كبير على صحة الإنسان، وبتؤدي إلى زيادة بالمشاكل الصحية وانتشار الأمراض المزمنة، وهي بنسميها أمراض العصر، هي لها علاقة بالتغذية، برجع بعيدها، الضغط، السكري، والقلب، وبعض أمراض السرطان. أسباب زيادة الوزن في عدة أسباب، وفينا أعطي محاضرة كاملة عنها وأكثر كمان، ولكن هون حطيت الأسباب اللي أكثر شيء واللي نحن كمان بتأثر علينا وأنتم كمان. هو أول شيء قلة النشاط البدني. طالما أنتم ما عم تعملوا حركة، طالما الواحد ما عم يعمل، مش ضروري نروح بس على النادي الصحي، فينا نعمل حركة بعدة طرق أحكي من عليها من خلال المحاضرة. تناول بعض الأدوية، في بعض الأدوية مثل الكورتيزون بخلوا الواحد إنه يزيد وزنه، هيدول أمراض الواحد لازم ياخذهم لأنه عنده سبب مرضي، هون معذور ما في يعمل عليها كنترول. اضطرابات الغدة الدرقية وغدد أخرى كمان ممكن تسبب السمنة، ولكن هون نحن بنقدر نعمل كنترول، بما إنه لازم دائما نفحص نفسنا ونشوف إذا عندنا أي شيء مش يعني عم بيشتغل مزبوط بجسمنا، ونجرب نصلحه قبل ما يسبب لنا أضرار أخرى. مشان هيك دائما نحن بننصح كل انسان دائما كل فتره يعمل تشيك اب ويشوف اذا عنده اي شيء مش مزبوط بجسمه. وكمان التغيرات الهرمونيه بسبب الغدد او بسبب العمر، مثل عند الستات بعد انقضاء سن الحيض كمان بيصير عندهم الحيض، بيصير عندهم كمان تغيرات بالهرمونات بتسبب السمنه. وهون كثير نقطه مهمه وبشدد عليها، وهي انتم كمان فيكم تعملوا كنترول عليها، هي كثره وقله النوم. مثل ما شايفين اخ زايد اخو ناقص، كثرة وقلة النوم، النوم هو أساسي، وبينت كتير دراسات عالمية بمجلات عالمية إنه كل ما بس الناس دكتورة عفوا انقطع الصوت عندك. عم تسمعيني؟ ألو؟ عم تسمعيني؟ ألو؟ ألو؟ عم دكتورة تسمعيني؟ في صوت، تفضلي. إيه اوكي، هلا ما عفوا قطشنا، عم بحكي على كثرة وقلة النوم الزايد قلنا اخو الناقص، عم تسمعيني مزبوط؟ ماشي الحال؟ صار اوكي الصوت واضح، تفضلي. اوكي كثره وقله النوم. هلا اذا نحن بين دراسات عالميه مثل ما قلت لكم انه كثره النوم او قلته ما بتنفع ابدا وبتسبب السمنه. بيقولوا كيف ما انا ما عم بنام يعني عم بعمل حركه؟ لا، مش ضروري تكون عم تعمل حركه، بنكون قاعدين على التلفزيون، في عمليه الايض، في كل شيء. النوم لازم البالغين يناموا على الاقل 7 ساعات باليوم، والاطفال والمراهقين يناموا اكثر من 7 ساعات باليوم على الاقل. اوكي، طلع لي شيء حدا على الشاشة. في عندنا أسباب نفسية، أوكي، أسباب نفسية كمان بتخلي الواحد ياكل أكثر، ويصير عنده تغييرات بالهرمونات، ويصير عنده زيادة بالوزن. وبعدين طبعا حكينا نحن الأشياء الأساسية اثنين هي النشاط البدني وغذائه للإنسان. وإذا بتشوفوا هون أنا قصدا دايما، واللي بيحضرني من قبل بيعرف إنه بحط الأسباب الوراثية آخر شيء، الأسباب الوراثية آخر شيء، لأنه هي لها دور ولكن بسيط جدا. نحن دائما، وانا اشتغلت بكثير دراسات عالميه بينت انه المحيط اللي نحن عايشين فيه، يعني بسموه الانفايرمنت تاعنا، اذا بيساعدنا على النشاط البدني بيساعدنا انه ناكل صحي. وبين انه اذا انتم بتاكلوا صحي وبتناموا مظبوط
وبتتابعوا بتعملوا فحوصات دورية بيأثر على صحة الإنسان أكثر بكثير من الوراثة. الوراثة بتلعب دور ولكن بسيط جدا، مش مثل ما بيقولوا والله هيدا ناصح لأنه أمه ناصحة، أبوه ناصح، جده ناصح، سته ناصحة، لا، لأنه هو عنده نمط حياة خاطئ، قلة نشاط بدني وقلة غذاء. كيف أنا بعرف إذا الإنسان عنده سمنة؟ بيستخدم شيء اسمه Body Mass Index، مؤشر كتلة الجسم. أنا متأكد إنه كثير منكم شافوه لما راحوا عند الدكتور أو راحوا عند عيادة تغذية أو بالمدرسة أو بالجامعة أو عند أي مول، حتى هلأ بتلاقوا فيه جهاز بيطلع لكم الـ Body Mass Index، بسموه بالعربي مؤشر كتلة الجسم. ومثل ما شايفين هون أنا حطيته مثل الإشارة الضوئية، الأخضر أنتم ماشي حالكم، وكل ما طلعتوا أكثر بصير عندنا خطورة. ولكن السمنة مقسمة لعدة أقسام، بيستخدم مؤشر كتلة الجسم اللي هو علاقة الوزن بطول الإنسان، هل الإنسان اللي هو طوله هالقد وزنه مناسب بالنسبة لطوله، هو معادلة الوزن على تربيع الطول بالمتر. إذا طلع الجواب عندي بين 18.5 و 24.5، يعني الوزن طبيعي، يعني بقول له للإنسان برافو خليك هيك، ما تروح لفوق لا للوزن الزايد ولا للسمنة. بس قسموا السمنه لمراحل، لانه كل ما كان عندي سمنه زياده كل ما كانت خطورتها اكثر، كل ما كان ممكن تضر بصحه الانسان اكثر. وكمان هون بحب اقول لنقطه، مثل ما شايفين حتى انا اقل من 18.5، صح؟ اقل من 18.5 كمان خطر، الزياده اخو الناقص، اذا كان نقص الوزن او كان زياده الوزن اثنيناتهم ما بيسوا والسمنه ما بتسوى. بما انه اليوم نحن ما عم نحكي عن نقص الوزن، بس انا بحب شدد انه اذا كنتوا انتوا عندكم وزن اقل من طبيعي او وزن زياده عن الطبيعي، اثنيناتهم ما بينفعوا واثنيناتهم بيضروا بصحه الانسان. افضل شيء الميزان، هذا الميزان ما حتنسوه من هون لاخر المحاضره. التوازن، التوازن، توازن الطاقه. كيف فيني انا احقق توازن الطاقه؟ فيني احققها لما يكونوا كفتين تعول الميزان متساويتين، اوكي؟ يعني الطاقة المستهلكة من الطعام والشراب مثل ما شايفين بتساوي الطاقة المصروفة من خلال عمليات الأيض اللي بتصير بالجسم، الميتابوليزم والنشاط البدني، أوكي؟ النشاط البدني اللي نحن بنعمله، كل ما عملنا نشاط بدني أكثر، كل ما رفعنا كمان عملية الأيض أكثر، كل ما ساعدنا نحرق الطاقة، بيقولوا عم يحرق سعرات حرارية، تسمعوها هالكلمة، هي عمليات القيض، أوكي؟ الأيض، ماشي؟ هلا عندي توازن طاقة سلبي وأنا هيدا البدية. بدي السلبي، مش هو اسمه سلبي ولكن انا بدي السلبي. السلبي يعني الطاقه المستهلكه اقل من الطاقه المصروفه، يعني حينقص الوزن بدل ما يزيد، لانه انا عم دخل اقل ما انا عم بصرف، صح ولا لا؟ يعني انت عم بتحطوا هلا بجيبتكم مثلا 500 درهم، اوكي، بس عم تصرفوا منها اقل، اوكي، معناتها هون حيضل عندكم وما حيزيد عندكم الوزن. نفس الشيء الطاقه الايجابيه، هون بالعكس الطاقه المستهلكه هي اكثر من الطاقه المصروفه، يعني عم ناكل بس ما عم نعمل حركه مشان نرفع الايد ومشان يصير نحرق الطاقه تاعتنا. افضل شيء لثبات الوزن انه يكونوا كفتين متساويتين، ولكن اذا بدكم ينقص وزنكم لازم يكون عندكم توازن الطاقه السلبي، يعني الداخل يكون اقل من الخارج، اقل من اللي انتم عم تحرقوا. كيف فيني احقق هيدا الشيء؟ فيني احققه بتغييرات بسيطه وصغيره، مثل ما قلت لكم بنبلش بشوي لحتى نوصل للشيء اللي نحن بدنا اياه. من الممكن القيام بتغييرات صغيره قابله للتحقيق على مستوى تناول وصرف الطاقه، اوكي؟ وذلك لمنع زياده الوزن. ماشي؟ انا بدي اعمل، ولكن انا دائما عم بقول لكم تغييرات صغيره، بليز بلش شوي شوي، يعني يمكن بدي باجراء التغييرات في اي وقت واي وزن. انا خلاص حاسه وزني بلش يزيد، وهلا بدي بلش انتبه، بدي اغير غذائي، وبنفس الوقت بدي بلش اعمل شوي نشاط. ولكن انا ما بروح على الجيم، ما بروح على النادي الصحي، ما فيني اجي اقول يا ليلى لازم كل يوم تروحي لحتى انت تحرقي طاقه ويصير وزنك افضل. ببتدي بتغيرات بسيطه، بقول حروح مرتين بالاسبوع، برجع الاسبوع الثاني بروح 3 مرات، الاسبوع الثالث بروح 4 مرات، من هون لاخر الشهر بروح 5 مرات. ما حطلب منكم تروحوا كل يوم، لانه مش اي انسان عن جد الا ليصير مثل ما بيقولوا عنده ادمان يقدر يروح كل يوم، ولكن لازم نحن نحاول شوي شوي نبني هالعادات ونغير الغذاء تاعنا. مثلا انا باكل صحن رز، كثير اكل نص صحن،
مش ما باكل رز ولا خبز ولا معكرونه مثل بيقولوا لكم هدول الدايتس اللي كله والله ما تاكلوا ابدا لا رز ولا خبز معكرونه، هذا خطا كامل، لانه ما حدا فينا في ضل كل حياته ما ياكل لا خبز ولا معكرونه ولا رز، او ما تاكلوا لحمه او ما تاكلوا سمك او ما كلوا كل الوقت خيار، مين بيقدر يعمل هيك؟ هذا ما بيقدر يكون نمط حياتي. انا بدي اغير اشياء بسيطه لحتى انا اعملهم ابنيهم ليصيروا تغيرات صحيحه لابني نمط حياه صحيح. كان فيني حقق هذا الشيء، فيني حققه بعده طرق، انا حاحكي عن بعض منها، طرق مفيده للحد من استهلاك الطاقه. اوكي؟ لخفف الطاقه، اول شيء بدي استهلك اطعمه غنيه بالعناصر الغذائيه، مش اطعمه فقط غنيه بالطاقه. اوكي؟ وحاحكي عن هالشيء بعد شوي بالتفصيل. تقليل حجم الحصه. اوكي؟ بدي اكل من كل شيء انا، ولكن بكميات اقل. انا بحب الشوكولا، كل شوكولا جيبه سايز صغير، جيبوا شوكولا داكنة حاحكي عنها، اوكي؟ ولكن مش تنحرموا، ايس كريم بدي اكل، بدي انتم متعودين تاكلوا 3 بولات ايس كريم او 3 يعني حصص ايس كريم، كل حصه، مش ما تاكلوا بالمره، خففوا قللوا حجم حصه الطعام، ولكن كله طعام متنوع بليز. تناولوا مشروبات منخفضه بالسعرات الحراريه، هاي المشروبات اللي مثل هيدي عن جد اللي ما بيعرفوا الناس قديش هي عم بتسبب نحن عنا زياده الوزن. بقول لك انا ما اكلت شيء، كلها شربت هالكابوتشينو، كلها شربت هالميلك شيك، بس هذا اللي اكلته اليوم، بس مش عارفه انه هالميلك شيك اللي انت اخذتها يمكن بقلبها 1000 سعره حراريه، زايدين عليها كريم، زايدين عليها كثير ناس، انا بقول لكم خذوا ناس بس مش كثير، زايدين عليها سكر، زايدين عليها مليون الف شغله. اوكي؟ بعد كمان المشروبات المنخفضه بالسعرات الحراريه كثير مهمه، لانه مش بس الاكل، كمان المشروبات بتاثر على زياده الوزن. وبعدين نهاية استهلاك أطعمة صحية غنية بالطاقة، ولكن هي صحية وحأحكي عنها لأنه جسمنا بحاجة. حبلش بأول نقطة، استهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، يعني مثل الفواكه، خضروات، الدجاج، اللحوم، ولكن اللحوم كمان قليلة الدهون، الدجاج نفس الشيء، مثلا كيف بلا الجلد تاعيته، وقلل الشيبس والحلويات والوجبات السريعة. اوكي صدقوني اي واحد بس بقول انا ما بقى حاكل فاست فود، انا بقول لكم كيلو مره مثلا بالشهر انتم جعبانكم، ولكن اختاروا ما تاخذوا بيك سايز، خذوا برجر كون جواتها مثلا بس لحمه وخبزه، اتس اوكي okay. ما فيها مشكله. بدكم بطاطا اعملوا بطاطا، هلا حاحكي لكم بالمقليه الهويه، ستيل كيلو كل شيء، يعني الواحد ما يحس حاله محروم، اذا الانسان حس حاله محروم ما حينجح باي حميه غذائيه وما حينجح بانه ينقص وزنه ويكون عنده نمط حياه صحيح. تجنب الأطعمة العالية بالطاقة مثل المشروبات الغازية والمقرمشات قلت لكم والحلويات، وبعدين ليش؟ لأنه هدول الأطعمة الخضروات والفاكهة بحسسوكم بالشبع لفترة أطول. أنا بهمني إني ما آكل كتير، بدي آخذ أشياء غنية بالألياف مشان تساعدني أحس بالشبع لفترة أطول. مثلا أنا حطيت لكم بعض التغيرات، استبدال الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية باختيارات صحيه، هدول بعض الاشياء اللي كلنا بنعملها، طبعا في كثير اجيال بس انا حطيت بعض الامثله، مثلا التشيبس، بدل ما تاكلوا تشيبس كله بوب كورن، كله فوشار او بوشار مثل ما انتم بتسموه، ماشي الحال؟ ولكن كمان هم برجع بقول ما تحطوا عليه كثير ملح، ما تحطوا كثير زيت، ولكن بحفي بقلبه بحسسكم بالشبع، كميته كبيره ولكن بيعطي سعرات حراريه اقل، ولكن اذا كان معمول بطريقه صحيحه. اوكي شوكولا كله شوكولا، ولكن اختاروا شوكولا طبعا كميات صغيره داكنه، لانه في بقلبها يعني مكونات مضاده للاكسده تاعت الجسم بقى بتساعدنا. اوكي الخبز الابيض خدوا بداله خبز اسمر، ناس بيجي يقول لك خبز اسمر اكلت ما حنصح، لا خبز الاسمر، خبز الابيض بيعطيكم نفس السعرات الحراريه، ولكن الخبز الاسمر غني اكثر بالعناصر الغذائيه وبحسسكم بالشبع، انه غني بالالياف لفتره اطول، وهذا اللي نحن بدنا اياه مشان ما تجوعوا بسرعه. بعدين استبدلوا الاكلات المقليه بالاكلات الغير مقليه، الاكلات المخبوزه المشويه، او استخدموا المقلاة الهوائيه اللي هي عن جد هيدي انا بنصح كل واحد منكم يستخدمها، لانه بتقدروا تاكلوا الاشياء كانها مقليه وتتمتعوا فيها، لانه بالنهايه نحن ما بدنا اياكم تحسوا حالكم محرومين، بدنا اياكم تاكلوا وتتمتعوا بالاكل، ولكن تحاولوا تغيروا نمط الحياه تاعكم وتصيروا تعملوا الاشياء بطريقه صحيه اكثر. النقطه الثانيه تقليل حجم حصه الطعام. من الطرق الرئيسية للحد من استهلاك الطعام استهلاك الطاقة هو تقليل حصة حجم الطعام اللي حكيت لكم عنها من شوي، مثل ما شايفين أنا حطيت لكم عدة أمثلة هون، بس كل صحن هون في بقلبه مصدر بروتينات، مصدر حبوب، مصدر فواكه، مصدر خضرة، طلعوا كله ملون ومشكل. أنا ما بقول لأي إنسان بليز
انه ياكل من شيء واحد مثلا كل نهار خيار او كل نهار موز او كل، اكيد حتضعفوا، ولكن قد ايه فيكم تضلوا هيك؟ مجرد ما توقفوا حيرجع يزيد كل الوزن وما حنقدر نستمر، بينما اذا انت قللت الحصه او انت قللت الحصه رح تقدر تستمر لانه حتصغر معدتكم شوي شوي، ولكن بلشوا شوي شوي خطوات صغيره. تذكروا هالكلام بليز دائما. انتم متعودين تاكلوا رغيفين خبز، متعودين تاكلوا منقوشتين، متعودين تاكلوا ساندويشتين، كله ساندويتش، تاني مرة كله نص ساندويتش، اوكي؟ بس شوي شوي الواحد بيغير، ما بيقدر يكون فيكون، شوي تغيير شوي تغيير بيمشي الحال. تناول المشروبات المنخفضة بالسعرات الحرارية، نفس ما قلنا، في عندكم، أنا هون حاطة المشروبات الغازية، بس أنا ما بنصح حدا يستهلكها، أكيد، مش عم بقولكم خذوها، ولكن إذا أنتم ما فيكم إلا أنكم تشربوها، بليز اشربوها لو كالوري، اوكي؟ دايت، ليش؟ لأنه ما فيها سكر، ما فيها سكر. اوكي، لانه انا شو بستفيد منها اذا كان في بقلبها 8 ملاعق سكر؟ اي عبوه مشروبات غازيه اذا كانت عاديه مش صغيره، كيف لما نطلب الفاست فود بقول لكم بدكم تروحوا بيجر سايز، بدكم تروحوا حجم اكبر، بصير يا لطيف في بقلبها تقريبا 16 معلقه سكر، واحد ما بده هالشيء ابدا، اوكي؟ خذوا دايت بس افضل ما تاخذوها. افضل شيء عصير طبيعي ولكن كمان مش بكميات كبيره، اذا كميات كبيره بيعطيكم سعرات حراريه كبيره، هو خيار افضل من العصير المحلل، العصير المحلل بقلبه سكر، نحن ما بدنا السكر. افضل شيء وافضل صديق لكم المي. منظمه الصحه العالميه وجميع اخصائيين التغذيه كمان بيوصوكم انه تاخذوا على الاقل 8 اكواب من الماء باليوم، 8 اكواب من الماء باليوم، مشان لانه كمان المي بتساعد على زياده عمليه الايض كمان وحرق السعرات الحراريه. وكمان في ناس بيجي بيقولوا طب انا ما بحب بس مي، انا بحب اشرب مشروبات غازيه، انا دائما بعطي الناس هذا المثل كمان، بقول لهم بليز ما انتم بتحبوا جيبوا مي غازيه، في مي غازيه صح ولا لا؟ زيدوا عليها شويه عصير طبيعي، ربع كوب عصير طبيعي، بتصير اطيب من اي عصير، اوكي؟ وبتعطيكم شوي سعرات حراريه، الواحد بده يغير، هذا بصير تغيير نمط حياه. انا عم بقول لكم من خبره لإلي انا، والله انا عن جد كنت احب كثير السوفت درينك والهيدا اشرب كثير قبل وهيك، انا غيرت نمط حياتي، كيف؟ صرت اعمل هيك، حدا نصحني هالنصيحه، وهلا انا بنصح العالم كله، خذ مي غازيه زيدوا عليها عصير بتصير كثير كثير حلو، جربوها وطيبه. ما بتحبوا المي الغازيه، مي عاديه زيدوا عليها نتفه عصير كمان، بس عصير غير محلى، عصير طبيعي، وبتصير كمان تقدروا تشربوها وما بتعطيكم كثير سعرات حراريه. وكمان ما ننسى ابدا انه ناكل اطعمه صحيه غنيه بالطاقه، لانه في بقلبها دهون جسمنا بحاجه لها، مثل الافوكادو، السلمون، بعض انواع السمك، وكمان المكسرات. كل اللي حكيته هلا لحديت هلا شو يعني؟ يعني غذاء صحي وهو غذاء متوازن، انا بعد ما حكيت عن كيف فينا نزيد صرف الطاقه قلنا احنا بدنا نحققها باثنين، غذاء صحي اللي حكيت عنه هلا، عمليه توازن الغذاء تعتمد على دمج مجموعه من الاغذيه مثل ما ورجيتكم، الصحن بقلبه من جميع المجموعات الغذائيه مع بعض البعض لحتى ناخذ كل العناصر الغذائيه من فيتامينات من معادن من بروتينات من كربوهيدرات من دهون، جسمنا كمان بحاجه كميات دهون بسيطه. يساعد على الوقايه من امراض القلب والسكري والسرطان مثل ما قلت لكم، امراض العصب وامراض اللي دخله بالتغذيه ومن السمنه. ورجيكم هلا مثال، هاي وجبه الفطور، واكيد في منكم كثير بوافقون الراي، نحن كثير بنكون مستعجلين امرار، بنمرق بنوقف باي مكان اذا كان بالجامعه ولا كان بالمدرسه ولا كان نحن بالشغل بالكانتين باي مكان، وبناخذ كرواسون او بناخذ دونات مع فنجان قهوه او فنجان شاي. إذا فيهم سكر كمان عم نزيد بعد عن 500 كالوري، أوكي؟ بيعطونا قديش 500 سعرة حرارية، هدول فطورين، اثنيناتهم بيعطوا 500 سعرة حرارية، تخيلوا 2 دونات مع فنجان شاي أو قهوة، أوكي؟ والفطور الثاني، في عندكم فواكه، في عندكم خبز، في عندكم بيض، أوكي؟ في عندكم كورن فليكس، في عندكم موز، في عندكم حليب، شايفينهم؟ وفي عندكم كمان نقانق، وانا كمان بقول نقانق، ايه نقانق، اذا انتم بتعملوا النقانق بتروحوا عند اللحام تاعكم وبتسووها انتم وبتنقوا لحمه كويسه كمان هيكون منظر كويس للبروتينات وشويتوهم، ليش لا؟ ولكن نحن مربى حتى فيه، تخيلوا هيدول 500 كالوري وهيدول 500 كالوري، حدا بيتوقع هيدا الشيء؟ اوكي؟ نظام متوازن اعطانا فيتامين الف، اعطانا فيتامين سي، اعطانا حديد، اعطانا كالسيوم، واعطانا طاقه، وهيدا بيؤدي لصحه جيده، هيدا الشيء اللي بدنا اياكم تغيروه بنظامكم، فيكم تقولوا يمكن ما عندنا وقت بدنا نحط سفره، اعملوا ساندويتش، اتس اوكي، ساندويتش بيض مع مثلا هيدا النقانق، وكلوا الفواكه بعدين از سناك، هيدول كلهم بيعطوكم قد لو اشتريتوا 2 دونات او كرواسون
كبيرة وأخذتوها وأكلتوها، هاي نصيحة، ده مثله في مثله وأمثال. كيف في أنا أزيد؟ قلت لكم كيف تعملوا غذاء متوازن، هلأ بدي أشوف كيف فيني أنا أزيد من صرف الطاقة، لأنه أنا بدي الميزان تكون كفته متساوية أو تكون أكثر صرف الطاقة. كيف فيني أزيد صرف الطاقة؟ ليش مهم عندي؟ لأنه يعد النشاط البدني عامل أساسي بالوقاية من زيادة الوزن، مش الغذاء لحاله، اثنين مع بعض. أي حدا بيقول أنا عم بعمل دايت بس ما عم بضعف، أول شيء أنت ما عم تعمل دايت مظبوط، ثاني شيء لازم النشاط البدني. ليش؟ لأنه هو بيساعدنا نحافظ على الكتلة عضلية الجسم، وبيساعدنا يزيد عملية الأيض نفس ما قلنا. وبينت دراسات كثيرة إنه نحن طبعا ننصح الناس يمشوا 10,000 خطوة باليوم ليساعدوا حالهم ليضلوا وزنهم ما يزيد، ولكن إذا بدنا ننقص الوزن لازم نزيد عن 10,000 خطوة. أوكي، بنقول 10,000 خطوة تقريبا يعني ساعة ساعة وشوي، أوكي، حسب قد إيه بتمشوا بسرعة. كيف فيني أزيد هيدا الشيء؟ قولوا إذا مشيتوا 2000 خطوة باليوم، بس 2000، تخيلوا بس 2000، بتساعدنا على فقدان الوزن، زيادة النشاط البدني، وتحسين مستوى ضغط الدم. اوكي، وهي دراسات عالميه بينت هذا الشيء. كيف فيني احقق هالشيء؟ كل واحد منا مثل ما قلت لكم بتغير نمط الحياه. اول شيء بننصحكم لازم تحددوا هدف، قد ايه انا بدي امشي باليوم؟ 10,000، اوكي، 5,000، 6,000، كمان بلشوا شوي شوي. هلا سمعنا هاي المحاضره، والله الدكتوره قالت 2000 خطوه بيساعدوني، خليني بلش جرب، بلش هالاسبوع، والله حلو، الاسبوع الجاي بزيد 1000، الاسبوع اللي وراه 1000، من هون لاخر الشهر بصيروا تمشوا 10,000 خطوه باليوم بدون ما انتم تحسوا، بنيتوا هيدي العاده عندكم. اوكي، بس كيف فيكم تعرفوا؟ بدكم تشوفوا تتاكدوا انه عم تعملوا، ما فيكم هيك معك اوه والله تقريبا مشيت 10,000، تقريبا مشيت 2000، تقريبا مشيت 50، لا. هلا بتليفوناتنا كلياتنا اذا كانوا ايفون ولا هواوي ولا سامسونج ولا اي شيء انتم بدكم تعدوه، لينوفو وات ايفر، اوكي، في ابس موجودين لا بتدفعوا حقهم ولا شيء، موجودين مجانيين ولا حتى بتعملوا لهم داونلود، بيعدوا لكم خطواتكم، بليز استخدموهم. اوكي، وفي كثير ناس منا عندهم من هدول الساعات، في منهم ساعات غاليين، في منهم ساعات مش غاليين، كل واحد منا اذا هو حب بحب في يلبسها، وفي ناس ما بيحبوا يلبسوها، موجود بالتليفون. شغله ثانيه، هيدي ليش بتساعدكم؟ لما انتم تعدوا بصير عندكم حافز، اوه صرت ماشي 1500، بدي بعد 500 لل 2000، صرت ماشي 2500، بدي 500 ل 3000، شوي شوي بصير تحفزكم، مش هيك عم اقول لكم استخدموها لحتى تعرفوا. بس كيف الواحد في حقق هيدا الشيء؟ في حقق هيدا الشيء بطريقه مختلفه ليحقق الخطوات. واحد، ايقاف السياره بعيد لزياده خطوات المشي. ماشي، انا رايحه على المول، رايحه على الشغل، رايحه على الجامعه، رايحه على المدرسه، بصف السياره شوي بعيد، في الحمد لله امان، ولا الطقس حلو كمان، خصوصي بالطقس الحلو، بصف السياره بعيد وبقول انا بدي امشي لاوصل للمكان رايحه عليه. اوكي، ما بصف على باب الباب وبنزل فوت دغري صار على الباب، واذا ما لقيت حد الباب ضل عم ببرم لاقي صفي عند الباب. اوكي، ثاني، صعود ونزول درجه كتير بيساعد، ولكن هاي كمان عادي، الانسان بده يبنيها هو. اوكي، إذا بحبوا تركضوا شوي بكون كتير منيح، أو تمشوا مثل ما قلنا في الفترات، مش ضروري كله ورا بعضه، بكون تمشوا 10,000 خطوة. أنا ما قلت لكم شو ساعة ورا بعضها، الصبح 20 دقيقة، الظهر 20، عشية 20، عشية عندكم وقت أكثر من شو نص ساعة، عشية 15 15، وزعوهم خلال اليوم، ما بتحسوا في يوم بتحققوا الخطوات وبتقدروا تخلوا وزنكم عن جد ما يزيد، وتزيدوا النشاط البدني عندكم. أمثلة عن نشاطات ممتعة، أنا حسيت ممتعة لأنه قلت أي واحد منكم بحب أي شيء من هول، إذا واحد ما بحب من هول يعمل اللي هو بحبه، مثلا في منهم ركوب الخيل مثلا، حسب كل وحدة بتحرق سعرات حرارية مختلفة. أوكي، تستهلك 100 سعرة حرارية، وهون راح أقول لكم شيء كمان يخوفكم. أوكي، يعني الواحد هون إذا أنت أكلت لوح شوكولا سنيكرز، أو أنت إيه مش بس أنت، أو كادبري أو فور إكزامبل كيت كات أو تويكس، أي من هدول الألواح الشوكولا نحن بناكلهم أمرار، كل واحد على الاقل على الاقل في بين 200 و 300 كالوري. اوكي، يعني انتم لتحرقوا لوح شوكولا بدكم تمشوا قد ايه؟ اذا المشي لمده 22 دقيقه بيحرق لي 100 سعره، لتحرقوا لوح الشوكولا بدكم تمشوا ساعه. اوكي، انت شو بتقول؟ والله انا عم باكل تويكس، باكل وحده من تعول التويكس بدل ما اكل، بضل اتمتع ولكن ما بدي امشي ساعه مشان احرق هالشوكولا اللي اكلته، فبضلني عم باكل ولكن بصير فكر اكثر، اما انا افهم الموضوع اكثر.
هلا هون حنيجي على الاخطاء الشائعه بالحميات الغذائيه، واللي هي يعني كانت اساس هاي المحاضره من اساسها. بس انا قبل ما اوصل على الحميات الغذائيه حبيت لكم شو بيسبب زياده الوزن، كيف فيني احمي حالي من زياده الوزن. حبيت لكم انه الاساس هو الغذاء المتوازن والنشاط البدني قبل ما توصلوا للحميات الغذائيه. بس بالحميات الغذائيه بتقولوا انا عم بعمل دايت، عم بعمل حميه وما عم بضعف، ليش؟ شو اللي عم بيصير؟ بعض الاخطاء انا هحكي عنها، 10 أخطاء أكثر شيء شائعة هن، بس طبعا في كثير أخطاء ثانية أساسية بيقع في أغلب الأشخاص عند اتباع الحميات الغذائية. يمكن لأخطاء بسيطة بالنظام الغذائي، تعرفوا في الجهود المبذول في دين الوزن، يعني ما ينقص وزنكم بس أنتم ما تكونوا عارفين ليش. أوكي، 1، اتباع حميات غير مدروسة لخسارة الوزن، مثل عدة عدو، يعني عندنا أعداد يا لطيف مختلفة، وتقول واو هي ضعفت هو ضعف كيف أنا ما ضعفت. بيضعف الواحد بس مجرد ما توقفوا بترجعوا تمتنوا وبتمتنوا اكثر. اوكي، حميه اللبن والتمر، حميه الحذاء الملفوف، وعدوا حميه البروتين، كيتو دايت، كل هدول الدايت كلياتهم اللي نحن ما بننصحكم فيهم ابدا، بننصحكم انه تاخذوا غذاء متوازن ولكن كميه اقل ونشاط بدني اكثر. هدول الحميات كلها اللي بتعرفوها واللي سامعين فيها واللي بتقولوا غيركم بيسبب في غلاء الوزن، بتقولوا ضعف بسرعه ضعفه ايه، ولكن بتحسسكم بالحرمان مجرد ما توقفوها بصيروا تاكلوا اكثر. اوكي، بصير عندكم عادات غذائيه سيئه، ما عم تاكلوا غذاء متوازن، بتزيد وزنكم مجرد ما توقفوا واكثر، وبكون انتم ما بنيتوا مثل ما انا قلت لكم عاده غذائيه صحيح، نمط حياه صحيح، بالعكس. هذا 1. 2، كثير ناس بيعملوها ترك وجبه الافطار لانه ما عندهم وقت يفطروا، لا بدكم تلاقوا وقت للفطور، تاخذوا ساندويتش زي ما قادرين تعملوا بريك، تقعدوا تاخذوا سفره، قوموا ابكر شوي، الفطور هو الاساس. وانا حبيت حطيت المثل عندكم، افطر فطور الملوك، تغدى غدا الامراء، وتعشى عشاء الفقراء، اكيد كلكم سامعين ليش؟ اوكي؟ انا ما قلت لكم قيموا اي وجبه، كل الوجبات مهمه، ولكن اهم شيء وجبه الفطور، بيرجع الغدا بعدين العشاء، اوكي؟ وطبعا ناخذ سناك بالوجبات، ناخذ وجبات خفيفه ان بتوين ولكن صحيه. بيعتبر اغلب الاشخاص ان ترك وجبه الافطار بتساعدهم لخفض السعرات الحراريه، مش صحيح. تقولوا انا ما اكلت حرمت حالي، بيجي الغداء بناكل دبل وبناكل اكثر، او السناك او الوجبه الخفيفه. فابدا ما لازم نحن نترك وجبه الافطار. فينا ناكل وجبه افطار منيحه، وهي امثله على وجبه صحيه، خيار، موزه، ساندويش، فيها تكون خبز اسمر، فيها تكون خبز ابيض مثل ما انتم بتحبوا، مع جبنه وطماطم، ما بتعطي سعرات حراريه كثير، ما فيها شيء مقلي، ما فيها شيء زياده. او اومليت، او كمان فواكه، خبز مع حليب. الاومليت طبعا تاكيد، انا مثلا دائما اذا رحت على الاوتيل بيجي بقول له والله اومليت بليز، دغري فوش بحط نص فنجان زيت بعد شوي ليعمل لكم واحد اومليت، بكون تنتبهوا حطوا زيت قليل، وما تزيدوا مثلا جبنه كثير بقلبه، مجرد ما تزيدوا جبنه عم تعلوا السعرات الحراريه، حطوا شوي صغيره ما بيمنع، ولكن ينتبه الواحد شو عم بياكل، يعني مش هناك بيصير سعرات حراريه يطلعوا وانتم مش عارفين ليش. ليش انا عم بمتن؟ لانه انتم ما عم تاكلوا وجبه صحيه. بعد اجين هيدي تناول الوجبات الخفيفه، ناكل ان بتوين، ما اخذنا بريكفاست، ما اخذنا ترويقه، فطور، نيجي بنصير ناكل وجبات خفيفه، بنصير نزيدها فيهم وناكل كثير، وانا ما عم باكل كثير، انا عامله دايت، فيني اخذ وجبات خفيفه. لا بدي انتبه لانه دول وجبات خفيفه كل شوي بناكل وبصيروا يزيدونا السعرات الحراريه. هلا نحن بننصح الناس اذا هن بحبوا، وصارنا كلياتنا بنحب التليفونات وهيك، في كمان عليهم بعض الابس انتم فيكم تحطوا، هذا حطيت لكم بعض الامثله منهم، فيكم تحطوا شو اكلتوا، بقول لكم قد ايه صرتوا اخذين سعرات حراريه، وبقول لكم كل شغله قد ايه عم تعطيكم سعرات حراريه. فبليز المسج من هيدي السلايد هي رقم 3 بالاخطاء الشائعه، كل وجبه خفيفه ما تكونوا عم تعملوا حميه، ولكن كله اشياء صحيه، كله فواكه، كله خضره، كله شيء عالي بالالياف، اوكي؟ ولكن ما تاخذوا كميات كبيره، كميات صغيره. الاكثار من تناول منتجات قليله الدسم، انا عم بعمل دايت كثير باخذ اوكي قد ما بدي باكل لاني انا عم باخذ قليل الدسم، هذا الشيء كمان خطا ومش صحيح، اوكي؟ لازم نختار منتجات قليله الدسم ولكن بتساعدنا على تقليل الوزن، ولكن ننتبه لانه هدول دائما بيكونوا عاليين بشيء ثاني، وصولي ام خصوصي امرار بالسكريات، اوكي؟ بقى مش هناك لازم ننتبه لانه امرار بتكون قليله الدسم ولكن عندها عم تعطينا سعرات حراريه لانه في بقلبها سكريات. تعلموا بليز اقروا البطاقه الغذائيه، وان شاء الله بالمستقبل بنعمل لكم، يمكن اوريدي نكون ناسقين مع مجلس الاسره بدار تثقيف الصحه، نعمل شيء عن البطاقه الغذائيه خاص فيها كيف تقروا البطاقه الغذائيه.
تجنبوا المشروبات العالية بالسعرات الحرارية، حكيت عنها قبل. وهاي كمان كل واحد عم بيعمل دايت وحمية غذائية بيجي بيقول لك أنا ما عم باكل، بس عم بشرب ميلك شيك، بس عم باخذ كابتشينو فرابتشينو كافيه لاتيه، كل هيدول. طيب ما هيدول كلهم بيعطونا كالوريز كتير 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 وما بتحسسنا بالشبع أبدا. أوكي، بانتبهوا لهالموضوع، اشربوا ولكن من دون سكر، من دون كريمة زيادة، من دون كتير مكسرات. إذا أخذتوا مشروبات غازية أخذوا عصاير، خذوا عصاير طازجة مثل ما قلت لكم من شوي. عدم شرب المي كفاية خلال كمان الحمية الغذائية، لازم نشرب مي، لأنه المي بتساعد مثل ما قلنا بتساعد على عملية الأيض، رفع ساعيتها، بتخلي السعرات الحرارية يعني ينحرقوا. مثل ما قلنا منظمة الصحة العالمية ودراسات كتير بينت انه لازم نشرب 8 اكواب مي على الاقل في اليوم، على الاقل 8 اكواب من الماء. طبعا تقليل من تناول منتجات الالبان، بصير اقول ما بقى بدي اكل لا لبنه ولا جبنه ولا اي شيء لانه انا عامله دايت او عامل دايت. لا، لازم تاخذوا خلو قليل الدسم، لانه كمان اثبت دراسات انه الكالسيوم الموجود بالحليب او بالجبنه او باللبنه بيساعد كمان بحرق الدهون. اوكي، ناخذ منهم مثل ليكو، كل واحد كل شيء بالغذاء له دور، مشان هيك لازم نحن ناخذ من جميع المجموعات الغذائيه مش من مجموعه واحده. كمان شيء بنعمله كثير دائما 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 دائما، نحن بنعمل شيء، وانا يعني ما انا مش عم بحكي لكم هلا، انا بعمل هالشيء لما كنت عم بعمل دايت، والواحد بيصاب بالاحباط، ما نزل وزني ابدا، يا زاد وزني ربع كيلو 200 جرام. اوكي، بليز 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 ما تزينوا حالكم كل يوم، ما تزينوا حالكم كل يوم، ما تزينوا حالكم كل يوم، اعطوا حالكم فرصه لتضعفوا، بس اشتغلوا على حالكم، كلوا متوازن مثل ما قلت، كميات اقل، اعملوا شوي نشاط بدني، وزينوا حالكم مره بالاسبوع، طيب مرتين بس مش اكثر، مشان يا ما تحسوا حالكم اسواسكم تتشجعوا اكثر وبتصيروا تكملوا اكثر. فبليز ما تزينوا حالكم كل يوم، لانه ما بدنا اياكم تشعروا ابدا بالاحباط. حطوا أهداف واقعية، من الأشياء اللي بيعملوها الناس بالحمية الغذائية كمان بحطوا أهداف غير واقعية. لو سمحتوا بليز حطوا أهداف واقعية لكل شيء بحياتكم، ومنها الدايت، ومنها الحمية الغذائية، ومنها إنه أنتوا ينقص وزنكم، أوكي؟ وما هو الحمية الغذائية هي حمية غذاء متوازن مثل ما أنا قلت لكم، تقليل الكمية وزيادة النشاط البدني، ولا أي شيء. هدول الحميات الغذائية العامة بليز انسوها وما تعملوها، وصدقوني حتلاقوا نتيجة أفضل بكتير. خسارة الوزن بشكل صحيح تحتاج إلى صبر وإرادة، ما في شيء سحر كن فيكون، شوي 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 شوي. أوكي، ضع أهداف واقعية، وكمان جرب إنه أنت يعني اسأل حدا أخصائي يساعدك، وفي ناس كمان ما تتبعوا، الله خليكم المشاهير ناس عاديين، لا شوفوا حدا عنده عن جد مثل إنه باك جراوند، مثل إنه عندهم عند شيء علمي عم بيحكيكم فيه، شوفوا هذا الشيء واقعي، أوكي؟ واتبعوه بليز، أوكي؟ بلشوا بالشيء مثل ما قلت لكم فيكم تعملوا 2000 خطوة باليوم، أيوه، بعدين مثل ما قلت لكم بعد يومين قولوا 3، بعد أسبوع قولوا 4، اخر الشهر بكون تعودتوا وخلص بتصير عادي. وصدقوني بعد هالمحاضره بتمنى تجربوا، حتشوفوا انه حتلاقوا نتيجه كبيره. قولوا بدنا ننقص نص كيلو بالاسبوع، ولا لا بدي انقص 5 كيلو، هيدي فلان الفلانيه فلان الفلاني نقص 10 كيلو وعمل هيدا الشيء، اول شيء مش صحيح، ثاني شيء اذا ضعفوا صدقوني رجعوا نصحوا. اوكي، بقى بليز حطوا اهداف واقعيه واهداف ممكن تقدروا تحققوها. 2 كيلو بالشهر افضل شيء، نص كيلو بالاسبوع، و2 كيلو بالشهر. تعرفوا انا سنه الماضي كمان، يعني انا كنت قبل عايشه ببريطانيا وجيت لهون، وكمان نمط حياتي تغير، انصحت تقريبا، انا عم بقول لكم شيء من نفسي، اوكي، 10 كيلو بلشت سنه الماضي بشهر واحد، غيرت نمط حياتي، رجعت انه لا لازم تنتبهي يا ليلى، انقصت تقريبا من سنة الماضي لهلا 10 كيلو، رجعت اللي ربحتهم رجعت نقصتهم، بس اخذتني سنة. اوكي، okay. يعني اذا بالشهر انا نقصت 2 كيلو هيدا بيج اتشيفمنت، هيدا الشيء الانسان لازم يفتخر فيه وينبسط فيه، بس لانه بيستمر، لانه نمط حياة. اوكي، ونص ساعة تمارين باليوم بيكون كتير منيح. إذا فيكم تعملوا مثلا، ما فيكم كل يوم، أنا ما بقدر كل يوم لأنه هيدا اليوم عندي محاضرة، هيدا اليوم عندي اجتماع، هيدا اليوم بدرس ولادي، ماشي الحال، يوم تاني اعملوا ساعة، هيداك اليوم ما تعملوا، مش ضروري كله يكون بنفس الوقت، أوكي؟ حتى نفس الشيء بالنسبة للخطوات. عدم ممارسة الرياضة، هيدي نفس الشيء بيكملوا بعضهم مثل ما بنقول نحن، عدم ممارسة الرياضة عبء
يضع عبء فقدان الوزن على النظام الغذائي وحده، قلت لكم لازم اثنين مع بعض بيكملوا بعضهم. اختاروا رياضة انتم بتحبوها، مش صديقتكم بتحبها او ماما بتحبها او بابا بحبها او المدرسة بتحبها، اوكي انتم شو بتحبوا تعملوا واعملوها، اوكي، وبتتمتعوا فيها وكمان بتصير نمط من نمط الحياة، ولكن اذا بتقدروا تعملوها اوكي، ما تقولوا والله انا بدي اروح اركض وانتم حدكم ما فيكم تروحوا تركضوا، لا، شيء بتقدروا تعملوه. وشيء كمان امرار مش ضروري نشترك بالنادي الرياضي، في شيء فيكم تعملوه حتى بالبيت، في شيء فيكم تعملوه تحت البيت، في شيء تعملوه بالمدرسه بالجامعه، فكروا الا تلاقوا كل شيء اشياء متوفره ولكن نحن مش عم نستغلها. رح ننهي هلا بنصائح مهمه بتلخص تقريبا الاشياء اللي حكيتها واشياء بسيطه. اول شيء لازم نتجنب هدول الحميات الغذائيه. ليش؟ لانه اذا نحن عملنا حميه وما ضعفنا او ضعفنا ورجعنا متلنا، حيصير في عنا نحن شيء اسمه اضطرابات الاكل، وخصوصي عند المراهقين والناس يعني باول يعني مثل اللي خلص سن المراهقه واللي اكبر حتى، لانه امرار بصير عنا نحن مثل ما بيقولوا تنمر، بصير الناس بيقولوا ايه ناصح هالقد، ايه ما عم بيضعفوا، بصير رفقاتك بيضحكوا عليكم او شيء، بصيروا يخلوا الناس يصير عندهم شيء اسمه eating disorder، اضطرابات الاكل، ونحن ما بدنا حدا يوصل هذا، بصير شيء نفسي، بصير عندكم شيء اسمه انوركسيا نيرفوزا، فقدان الشهيه العصبيه، بصير واحد يشوف حاله ناصح هو اصلا مش ناصح، ما بيتقبل اي شيء، وهذا عن جد مع الوقت ممكن يا لطيف يسبب انه الواحد يفقد الحياه، لانه خلص ما بقى شيء، بصير عنده سوء تغذيه مزمن وبيأدي، وبصير عنده حاله نفسيه، نحن ما بدنا حدا يوصل لهيدا الشيء، مشان هيك نحن ما بدنا ناثر على الناس نفسيا، وما بدنا حدا يحبط، اوكي، ما بدنا حدا يحبط، او بصير عندنا شيء اسمه الشرهي المرضي اللي كمان نفس الشيء بوليميا نيرفوزا، بصير الواحد ياكل 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 وبعدين بيتخلص من الاكل بطريقه ما، اوكي، او شيء بيناتهم اضطرابات شراهه عن تناول الطعام، بين اثنين اثنيناتهم كثير خطيرين، كلهم كثير خطيرين، بليز انتبهوا منهم، ما بدنا حدا يوصل لهالمرحله يما يلاقي حاله ما عم بيضعف ويصير عنده مشكله نفسيه. حقائق عن حرق الدهون والحميات الغذائية، هذا بلخص شوي اللي قلته، بس هدول معلومات هامة لتكسروا الدهون، عليكم خفض كمية الطعام وزيادة النشاط، صار عندكم إن شاء الله يا رب آخر المحاضرة قناعة بهالموضوع. لا يمكن حرق الدهون المخزنة بالجسم بنفس سرعة تخزينها، ده في مثل بالانجليزي كان بيقول few moment on the lip forever on the hip، اوكي، يعني بتاكلوها بتتمتعوا فيها لحظات وبعدين بتضلها وبتطوي لحتى تقدروا تحرقوها، بقى نصيحتنا انه بليز خدوا غذاء متوازن، اعملوا نشاط مشان ما يضلوا هالدهون، لانه مجرد ما صاروا تخزنوا صعب كثير تتخلصوا منهم، بتاخذ وقت، الدهون بتحتاج لوقت طويل وجهد حتى تمكن الجسم لحرقها، والحميات اللي بتقوم بانقاص الوزن بسرعه حميات غير صحيحه غير صحيه، بتخلي الوزن يرجع يزيد بسرعه. المسج هي ناولوا غذاء متوازن ومتنوع، مارسوا الرياضة، هيدول بازل اثنين بيكملوا بعضهم، وحدة لحالها ما بتنجح، ما فيكم تكملوا البازل، وبتقدروا توصلوا لنمط حياة صحي. لحتى توصلوا لنتائج كبيرة بليز التزموا بأهداف واقعية وتجنبوا الأخطاء الشائعة، وقوة الإرادة أهم شيء، زيدوا نشاطكم البدني، بلشوا بدأ شوي شوي مثل ما قلنا بألفين، وزيدوهم شوي شوي، حطوا أهداف واضحة وسهلة ممكن تحققوها، ما تقولوا والله بدي أروح على الجيم كل يوم ساعة ساعتين، يمكن ما تقدروا تعملوا شيء، حطوا اللي أنتم عن جد تقدروا تعملوه، قللوا السعرات الحرارية حتى لو 100 كالوري باليوم بتساعدكم، هيدول تغييرات صغيرة مثل ما شايفين هيعطوكم نتائج كثير حلوة إن شاء الله. شكرا كثير، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا شوي من هالمحاضرة، يعني حاولت أعملها قد ما فينا انتراكتيف، وانا حاطه اسئله لكم، اذا انتم ما عندكم اسئله انا حطيت لكم اسئله بس من اللي حكيته. شو بتحب استاذه سجا، حط انا الاسئله تعول متفاعل مع الجمهور؟ دكتورة، إذا حابة هي تطرحين الأسئلة، لأن للحين ما في أسئلة في الشات من قبل طيب الجمهور. ماشي، عندي انا اوكي، والان بعض الاسئله لكم وكلهم من الهيدا، اللي استمع مظبوط بيعرف يجاوب اكيد. يستخدم مؤشر كتله الجسم اللي بيسموه بادي ماس اندكس بي ام اي لتحديد شو من اللي يلي؟ الوزن، الطول، العمر أو درجة زيادة ونقص الوزن. أي حدا بيقدر يجاوبنا؟ تقدرون تحطون أجوبتكم في الشات وأنا راح أقراها للدكتورة إن شاء الله. يلا نبقى تفاعل مع الدكتورة. في حد من الحضور دكتورة كاتب الوزن؟
وفي حد كاتب درجة زيادة الوزن ونزول. برافو، درجة زيادة الوزن وكمان نقص الوزن، بس أنا نحن اليوم عم نحكي عن زيادة الوزن. برافو، شكرا برافو جزيلا. برافو، الأجوبة كلها درجة زيادة تأثيرك الوزن. تأثيرك التقييم يعني. أوكي، أي اختيار يعد سبب لزيادة الوزن؟ أوكي، اختاروا من هيدول: قلة النشاط البدني، التغيرات الهرمونية، زيادة استهلاك الغذاء، أو جميع ما سبق. جميع ما سبق دكتورة. برافو جيهان، أحسنتي، يلا برافو. أوكي، برافو جميع، كلهم قالوا جميع، هذا الشيء خليني أشعر أنا مش بالإحباط، حفزتوني إن شاء الله. أوكي، أي مما يلي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة؟ أوكي، حلويات، سمك الدجاج، المشروبات الغازية، الخبز الأبيض. برافو 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 السمك برافو، والدجاج. أحسنت، برافو ما شاء الله. أوكي، كم خطوة باليوم، هاي اللي نشوف هاي بقى، كم خطوة اليوم على الأقل نحتاج لنساعد في انخفاض الدهون في الجسم؟ في حدا يكتب قبل ما أحط الأجوبة؟ برافو وفاء، برافو ما شاء الله، وفاء متفاعلة معنا، برافو برافو جيهان كمان، وكمان كذا حدا صار كاتب ما شاء الله عليكم، 100 خطوة، 1000 خطوة، 2500، والجواب الصح 2000. ولكن تذكروا دائما بنبلش بال 2000 ولكن بدنا نزيدهم، يعني نحن لازم نقول للناس، يعني عن جد هو لازم الواحد يمشي 10000 خطوة باليوم، بس حتى بين دراسات لو 2000 بتساعدنا. كم كوب من الماء يجب أن نشرب يوميا؟ 8، 4، برافو برافو، 3 أو 5، كمان اوريدي جاوبوا، 8 أكواب يوميا. برافو، شكرا كثير. أي من الممارسات التالية يوصى بها للحصول على نمط حياة صحي؟ انتظام مواعيد تناول وجبات الطعام، تناول وجبات الإفطار، ممارسة الرياضة بانتظام، أو كل ما سبق. أي وحدة منهم بتحسوا لازم نعملها لحتى يكون عندنا نمط حياة صحي؟ برافو، أنا يعني كثير مبسوطة صراحة، لأنه يعني تفاعلكم حلو وأجوبتكم كلياتها صح. شكرا كثير كثير، انا من ناحيتي حطيت لكم الاسئله، واذا انتم عندكم اي شيء انا مستعده، واذا ما عندكم اي شيء ان شاء الله يعني بكون يعني على لي تفاعلنا شوي اسئله اللي انا حطيتهم. شكرا دكتورة طبعا على هاي المعلومات القيمة، وبصراحة وايد لفت نظر البرزنتيشن، وايد كان حلو. الله يعطيك العافية دكتورة، ومشكورة. الله طبعا يعافيك، الله يعافيك، في أكيد تقرين الكومنتات، يمدحون أسلوبك شكرا والمعلومات اللي شكرا ماما، فيها. فأطلب من الحضور إذا كان عندكم أي أسئلة حق الدكتورة تطرحونها في الشات، وإن شاء الله راح نجاوب عليها. شكرا كثير، يعني صراحة حلو ما شاء الله تفاعلكم معنا، وكمان يعني شو كاتبين، يعني عن جد الواحد بينبسط، بتحفز مثل ما قلنا نحن، مثل فقدان الوزن للواحد يعمل أشياء تانية كمان إن شاء الله للناس قريبا إن شاء الله كمان. إن شاء الله، إن شاء الله دكتور. ان شاء الله شفت حدا كده ابن ريت فيه تعمل برنامج غذائي، حسب يعني بدك تعملوا مثلا حميه غذائيه، في عنا اخصائيين، في عنا بعد كمان دكتوره منى ان شاء الله هي اختصاصها حتكون معكم ان شاء الله بمحاضره، بفتكر بشهر 2 او بشهر 1، كمان هي اختصاصها الحميات الغذائيه كيف تعملوهم. هلا برنامج غذائي متوازن، ما في انه لازم نحن ناخذ غذاء من متوازن من كل المجموعات الغذائيه، مش بس من شغله واحده. اوكي، لازم ناخذ حبوب، لازم ناخذ لحوم اذا كان دجاج ولا سمك ولا لحمه، لازم ناخذ حليب، مثل ما قلنا لكم الحليب لازم تاخذوه، مجموعه الحليب لازم تاخذوه من مجموعه الدهون، قليله جدا، الدهون الموجوده اصلا بالاكل بتكفينا، مش هنقول لكم حطوه، بس لكن اذا بدكم تحطوا زيت مثلا كله زيت زيتون افيد لكم. اوكي، دكتورة، في سؤال مكتوب: شو رأيك في نظام الصيام المتقطع، وهل هو نظام صحي ولا لا؟
لا الصيام اتس اوكي، اكيد هو نظام صحي، ولانه عم تضلوا، نحن ما عم نقول لكم ما تاكلوا شيء، عم تضلوا فتره ما تاكلوا فتره تاكلوا، كمان بينت الدراسات انه عم بيساعد على كمان فقدان الوزن مثل الصيام يعني. هلا طبعا هذا بيكون لفتره قصيره ما فيها تكون نمط حياه، كمان بنرجع بنكرر هذا ما في يكون نمط حياه، نحن بنفضل انه تعملوا شيء يكون نمط حياه، ولكن لفتره قصيره الصيام المتقطع هذا كمان صحي وكويس مثل صيام شهر رمضان، نحن مصوم رمضان صوموا تصحوا صح ولا لا؟ نفس الشيء تعملوا ولكن اكثر من مره بالسنه كمان بيساعدكم، هيدا لا شعوريا بخليكم تصيروا اذا انتم كنتوا واعيين مزبوط تقللوا يعني تحسوا ما تجوعوا كثير لفترات طويله. دكتورة، بعد في أحد الحضور يقول ما هي الطريقة للتخلص من دهون منطقة البطن؟ رياضة، وطبعا الغذاء شوي شوي، إذا غيرتوا بنمط غذائكم شوي شوي الدهون تاعت اللي حوالين البطن بتروح. نحن لنقيم الحالة الغذائية بنستخدم مؤشر كتلة الجسم، بنشوف هل عنده زيادة ولا لا، بس كمان نستخدم محيط الخصر، محيط الخصر كتير كتير مرتبط بأنه الواحد يكون عنده يعني خطورة على صحته. بقى كل ما نحن الرياضة بتساعد أكيد، المشي والرياضة، رياضة البطن أكيد، بس المشي كمان، تغيير نظام الغذاء لما تغيروا نقلل الحصة أكيد الدهون عن البطن راح بتقل. أكيد. دكتورة، في سؤال ثاني، شو هو رأيك في نظام الكيتو؟ ضده. هلا في ناس بفيدوا اذا كان عندهم سكري امراض ساعدهم شوي كمان لفتره قصيره لنظم لهم، ولكن انا ضد كل هدول، اي نظام غذائي ما في بقلبه من مجموعه حميه غذائيه ما في بقلبه من المجموعات الغذائيه كلها ما بنصح فيه. اوكي، ونحن كاخصائيين تغذيه ما بننصح فيه. انا يعني بفضل انه انتم تغيروا النظام الغذائي مثل ما انا حكيت، اكثر ما تاخذوا لا اي دايت ما في بقلبه من جميع المجموعات الغذائيه. أكيد. إذا في أي أسئلة ثانية، باقي آخر تقريبا، خلونا نقول آخر 7 دقائق إن شاء الله وراح نختم الجلسة، إذا ما كانت عندكم أي أسئلة إضافية. أظن في أي أسئلة إضافية. طبعا نشكر الدكتورة ليلى على محاضرتها الرائعة، وأكيد طبعا من المعلومات اللي طرحتها وطريقتها في طرح المعلومات بطريقة سلسة للجمهور. كل الشكر لك دكتورة، وكل الشكر لحضورنا اليوم، وإن شاء الله نشوفكم عن قريب بإذن الله. شكرا كثير كثير، شكرا للفرصة، وإن شاء الله شكرا للحضور، شكرا لتفاعلكم كمان، ويعني شكرا طبعا للمسؤول الأعلى للأسرة وخصوصي إدارة التثقيف الصحي، شكرا كثير كثير. يعطيك العافية يلا لقاء دكتورة، قريب إن شاء الله، الله يعافيكي، وأنت كمان أستاذة سجا الله يعطيكي ألف عافية إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.